حابي بس أوضح نقطة للحكومة وللأخوان الزملاء. نحن لا نطلق الاتفاقيات العالمية الدولية تطلق فئة ذوي الإعاقة وليس ذوي الاحتياجات. ذوي الاحتياجات مثل الأنصاري لابس نظارة، هذا ذوي الاحتياجات. بس عذرا جماعة ركزي. بس ذوي الإعاقة الشخص الكفيف الأصم المقعد، هذيل ذوي الإعاقة. وإحنا نتشرف في مملكة البحرين إن إحنا نطلق عليهم مثل ما أطلق عليهم سمو الشيخ خالد الله يحفظه ذوي العزيمة، وهم فعلا ذوي العزيمة.